أهلا بكم إلى هذه الندوة. إنه كتاب أطفال فقط. صحيح أنني لا أراكم أيها المشاهدون، ولكن يسعدني أن يكون لديكم اهتمام بهذا الموضوع. كتب الأطفال، ما هي تحديات إنتاج كتب الأطفال؟ في الآونة الأخيرة أصبح هناك وعي متزايد بأهمية كتب الأطفال وقراءة الأطفال والشباب، وأصبح هناك معايير جودة واضحة لكتب الأطفال، وهناك الكثير من البرامج لدعم كتب الأطفال، وهناك اعتراف متزايد بهذا المجال. ولكن أيضا في نفس الوقت إلى الآن هناك رأي سائد هو أن كتب الأطفال ليست على نفس مستوى كتب الكبار، وهذا ينعكس أيضا في المكافآت التي تدفع لمؤلفي كتب الأطفال. وسوق الكتاب عموما لا يعتبر كتب الأطفال مهمة لنفس الدرجة، وبالتالي نسأل اليوم: هل إنتاج كتب الأطفال بالفعل عمل سهل؟ ما هي تحديات إنتاج كتب الأطفال؟ هذه القضايا أود أن أناقشها مع ضيوفي هنا في هذه الحلقة. أرحب بضيوفي، لم يجتمعوا هنا بمحض الصدفة، إنما بالطبع هناك ما يربطهم، وهو كتاب الأطفال الفتاة الليلكية، كتاب الأطفال الذي صدر من دار النشر في فلسطين، وحصل على جائزة الشيخ زايد في مجال كتب الأطفال، ونشر دار النشر سجي نشرت الكتاب باللغة الألمانية في العام الماضي. ابتسام بركات، أرحب بها، هي مؤلفة الكتاب. سليمان توفيق ترجم الكتاب من اللغة العربية إلى الألمانية، وماجد محيط من بريمن نشر الكتاب باللغة الألمانية وروج له في سوق الكتاب الألماني. ابتسام، أنت ولدت في القدس وتعيشين منذ الثمانينات في الولايات المتحدة. أنت شاعرة وكاتبة ومؤلفة مقالات وكاتبة كتب أطفال مربية، وحظيت بالكثير من الاحترام بسبب أعمالك، وحصلت على جائزة الشيخ زايد لكتاب الأطفال، فكيف يمكنك التوفيق بين ذلك؟ يبدو أن نهارك لديه 60 ساعة وليس 24. أنا سعيدة جدا أن أكون معكم. أشكركم على استضافتي في معرض كتابة فرانكفورت الذي يجمع الناس من كل أنحاء العالم. أود أن أشكر جائزة الشيخ زايد على تقديرهم لعملي، وأن يتم نشر كتابي بعدة لغات. أشكركم مترجمين وناشرين. أما بالنسبة لسؤالك، الكتابة فن، والكتابة أم الفنون. بمعنى آخر، أعبر عن نفسي، وأن أعبر عن نفسي هو كأنني أتنفس. نحن نتنفس فننا، أنا أتنفس الشعر والأدب، وفي بعض الأحيان أتنفس سريعاً، وفي بعض الأحيان أتنفس بطيئاً، وفي بعض الأحيان الأمر أشبه
برقص قد تكون رقصة حزينة. هناك الكثير من المستويات المختلفة في التعبير عن ذلك، وأستخدم أشكال مختلفة من الفن. شكرا جزيلا على هذا الجواب الجميل. سليمان التوفيق، أنت ولدت في سوريا وتعيش في ألمانيا منذ عام 71. أنت أيضا لديك الكثير من المواهب، أنت شاعر ومؤلف، تكتب عن الموسيقى، تترجم الأدب العربي إلى الألماني والعكس. لقد أصدرت أكثر من 36 كتاب. بعض هذه الكتب ألفتها أنت، وبعضها كتب أطفال. أنت أيضا حصلت على عدة جوائز. ما هي الأعمال التي تفضلها أكثر على غيرها من بين هذه الأعمال المختلفة؟ كتابة كتب الأطفال مهمة بالنسبة لي. أنا بدأت أكتب عندما كان أطفالي صغارا، وأحببت أن أحكي لهم القصص قبل النوم، وفي اليوم التالي قالوا لي أعيد لنا حكاية نفس القصة، وأنا كنت قد نسيت ما الذي حكيت لهم في اليوم السابق. قالوا لا، أنت أخطأت، عليك أن تحكي القصة نفسها. فهكذا خطر ببالي أن أكتب كتب للأطفال أو قصص للأطفال، ولكن يختلف الأمر عن الكتابة للكبار. فبالنسبة للأطفال فالخيال الواسع عن العالم، وخيالهم يختلف عن خيالنا أو عن مفهومنا للعالم. فهنا يجب أن ننتبه دائما إلى هذا العالم الخاص بالأطفال، وعلينا ألا ننسى فقط أن ليس الأطفال هم الذين يقرؤون الكتب، إنما الكبار يقرؤون للأطفال هذه الكتب، ويجب أن ننتبه إلى هذه المسألة أيضا عندما نكتب الكتب. ماجد محيط، أنت من أصول إيرانية، تعيش في ألمانيا منذ بداية التسعينات، و أسست دار نشر سوجي في بريمن. كنت تنشر كتاب المهجر في البداية، أما الآن فأنت تنشر الكثير من الكتب المختلفة والأصناف المختلفة. تنشر أيضا الكتب المترجمة من عدة لغات، ومنذ فترة وجيزة لديك أيضا كتب أطفال في دار نشرك. أنت أسست مفهوم جديد هو ما يسمى لفت فغتسل لتغتوه. ما المقصود بهذه الكلمة الغريبة؟ لفت فغتسل لتغتوه يعني أدب الجذور في الهواء. كما أشرت إلى ذلك، كنت أنشر كتاب المهجر، وكما تطورت الحياة تطور هذا المفهوم أيضا. المنفى اتخذ معنى مختلف مع الوقت، ففكرت ربما نحتاج إلى مفهوم جديد أو إلى تسمية جديدة لهذا النوع من الأدب. المهجر يذكرنا بما بعد الحرب العالمية الثانية وما إلى ذلك، أما الآن ما أسميه أدب جذوره في الهواء فهو أدب يتعلق بأدباء يتعاملون مع الحياة ومع المنفى بشكل آخر ومع اللغة بشكل آخر، ويتحدثون عدة اللغات، وبالتالي أهتم بأدبهم وبحثت عن تسمية جديدة، فقلت جذور في الهواء، ولكن أدب جذوره في الهواء لا يفهم فقط بأنه هواء هو يتعلق بالهواء، إنما هناك جذور تصل أجلا أو عجلا إلى الأرض إلى التربة،
وبالتالي يمكننا أن نحصل على منتوج جديد، منتوج وغذاء جديد. نعم، كلكم تتعاملون مع كتب الأطفال. ابتسام بركات، هل لي أن أسألك، هدفك أن تساهمي في توثيق تاريخي يسمح للجميع أن يتحدثوا، جميع الأطراف، فكيف يمكن التوفيق بين ذلك وبين كتابة الكتب للأطفال؟ شكرا على هذا السؤال الرائع. اسمي ابتسام، إذن هذا يعني أن أبتسم أو أن نبتسم. ابتسام الكلمة فيها الكثير من الموسيقى. أما بالنسبة للسؤال، لا أود أن أفصل بين حياة الأطفال والكبار، إنما الحياة كلها يجب أن ننظر إليها. ما الذي يحدث في الطفولة في كل يوم؟ معظم الكبار في العالم ينظرون إلى الماضي، يعودون إلى طفولتهم ويأخذون الإلهام من ذلك. أصول الحزن والسعادة كلها تقع في الطفولة. أنا عشت الحرب عندما كان عمري 3 سنوات، وتعلمت حرف النون لأول مرة آنذاك، واكتشفت الطبيعة، وأصبحت الطبيعة هي عائلتي. إذن أنا لا أفصل بين مرحلة الطفولة والكبر، وأنا لا أفصل بين الكتابة للأطفال أو للكبار، لأن هناك استمرارية، وفي كل مرحلة من مراحل الحياة هناك لغة مختلفة، وهذه اللغة تعود إلى تجاربنا الشخصية في تلك المرحلة أو في مرحلة معينة من الحياة. والطفل بالطبع لا يعرف ما هو مستقبله في الحياة. في بعض الأحيان المجتمع يجبرنا على نسيان الماضي أو الطفولة، يقولون هذا شيء من الطفولة فهذا مختلف عن حياتنا ككبار. أما أن نكتب للأطفال كما قال سليمان، يجب أن نعرف أيضا من هم القراء بالفعل عندما نكتب للأطفال، لأن هناك ميزات مختلفة لقراء مختلفين. في الطفولة هناك البراءة، وهناك الكثير من الأسئلة، أسئلة وجودية وفلسفية، الأسئلة الحياتية هي التي يطرحها الأطفال، ولكن نحن ننظر إلى هذه الأسئلة كأسئلة أطفال. أما إذا كان الكبير البالغ يطرح نفس السؤال فربما يحصل على جائزة نوبل. إذن هناك فصل غير مبرر بين مراحل الحياة. أنا أعتبر الموضوع استمرارية. أود أن يكون أي شخص يتعرف على كتبي وعلي عندما أتحدث مع الناس، أود أن أشجعهم كلهم على أن يعتبروا قصتهم كنزاً لهم، قصة الحياة، وهي ملكية إنسانية عامة. وحلمي أن يكون المجتمع، أن يشجع المجتمع، كل فرد من أفراد المجتمع على كتابة قصتهم. بمعزل عما يكتبون، حتى إذا كان ذلك يتعلق بسرقات أو جرائم، لا يجب إخفاء ذلك. نريد أن نعرف كيف بدأت حياتهم، وعندما
نكون طفل نكون صادقين وصريحين، وإن بقينا صادقين فكان لدينا مجتمع أفضل من ذلك. وأنا دائما أحاول أن أزرع هذه البذور، يجب أن نسمح للإنسان ما هو بدون أي معاقبة، علينا أن نسمح لأنفسنا أن نقول من نحن. سليمان توفيق، أنت قلت كيف بدأت كتابة القصص للأطفال، بدأ ذلك مع أطفالك. أما سؤالي التالي هو كيف عندما تترجم كتب الأطفال كيف تتعامل مع مستويات السرد المختلفة؟ هل هناك مستويات مختلفة للسرد أو السردية بين العربي والألماني؟ أنا لا أترجم حرفياً هذه الكتب، إنما أحاول أن أعيد حكاية نفس القصة باللغة الألمانية، يعني لا أترجم حرفياً كلمة بعد كلمة، إنما أكتب القصة نفسها كأنني أنا أكتبها. ولكن يجب أن ننتبه أيضاً إلى أن الأطفال أيضاً فلاسفة صغار. في بعض الأحيان نعتقد بأن ذلك السؤال صعب بالنسبة للطفل، ولكن لا، بالعكس، الطفل في بعض الأحيان يسأل أسئلة صعبة ومهمة ومعقدة ويفهمون ذلك أيضاً. وأنا أعتقد بأن الأطفال يشبهون العالم أيضاً، أو الأطفال يشبهون بعضهم. إن كنت في سوريا مع أطفال إخواتي فهم كم كالأطفال في ألمانيا أيضاً، ولكن من المهم بالنسبة للترجمة أن نعيد حكاية القصة بلغة جديدة، يعني ليس نقلاً إنما إعادة حكاية القصة بلغة أخرى. نعم، وعلينا أن نراعي اللغة الألمانية، لا يمكن في بعض الأحيان ترجمة بعض العبارات العربية بشكل مباشر، أو إن كان هناك إشارة إلى بعض الأحداث في سوريا أو في فلسطين يجب أن نفهم الطفل الألماني هذه الأمور. مثلا قصة ميركل والبنت الصغيرة سوف نتحدث عن ذلك لاحقا. نعم، شكرا. ماجد محيط، أنت تنشر أيضا كتب أطفال منذ زمن وجيز، لماذا؟ كان لدينا كتب أطفال في البداية أيضا بعدد قليل، في السنتين أو الثلاث سنوات الأولى نشرنا 5 كتب أطفال، وأحد هذه الكتب كان مترجماً من اللغة الفرنسية، ولكن أحسست آنذاك بأن هذا السوق ليس سوقنا نحن كناشرين، وكان من الصعب جداً أن ننشر كتب أطفال إلى جانب بقية الكتب التي كانت لدينا، ولكن اهتمامي كان موجوداً منذ البداية بهذا القطاع، لأنني برأيي هناك إمكانيات هائلة في كتب الأطفال حتى من الناحية الأدبية، ويمكن التحاور حول ذلك بشكل جيد، وكنا نحاول دائما أن نطلق حوار والتبادل بين المؤلفين المختلفين والقراء. أما بالنسبة للكتابين اللذين نشرناهما بعد أن حصل على جائزة الشيخ زايد، كان شيء مهم أن نختار الكتب بعد أن حصلت على جائزة، وبالتالي
بالطبع سليمان أيضا ساعدنا في ذلك، ساعدنا في الاختيار وعرفنا منذ البداية بأن هذه الكتب مهمة ورائعة، خاصة كتاب ابتسام بركات، ويسعدني جدا أن نشرنا كتابها لأن الكتاب جميل وهي أيضا شخصية مؤثرة. إذن كتب الأطفال كما قلت أصبحت جزء من إنتاجنا في دار النشر، لأنها تفتح باب الحوار والتبادل. إذن أستنتج من ذلك بأن كتب الأطفال هي أيضا كتب مما تسميه أنت أدب جذوره في الهواء. نعم، ربما إنه نوع من الأدب الذي يعمل وينجح في أكثر من ثقافة. نعم، أنت قلت أنه في البداية كان من الصعب أن تنشر كتب الأطفال، لماذا كان ذلك صعب في البداية؟ سوق كتب الأطفال كبير، وهناك دور نشر كبيرة تنشر كتب الأطفال، وأن ننشر كتب الأطفال كدار صغيرة هذه مهمة صعبة، ولكن ركزنا أيضا على مواضيع معينة آنذاك كي تكون الموضوعات تتناسب مع برنامجنا في دار النشر، بحيث تتوافق هذه الكتب مع ما كنا نسميه آنذاك كتب المهجر. أما الآن فالمواضيع توسعت لدينا وتطورت، وبالتالي فكتب مثل الفتاة الليلاكية استطعنا أن نسوقها، ولكن أيضا بدعم من مؤسسة الشيخ زايد، هذا مهم أيضا من أجل أن يكون هناك التبادل، لأننا كلنا نعرف أن هذا النوع من الأدب وتسويقها يحتاج إلى دعم أيضا. تقصد نشر مثل هذه الكتب لا يمكن بدون الدعم من المؤسسات؟ نشر أي كتاب ممكن دائما، ولكن أسأل نفسي كناشر هل يكفي أن أنشر كتاب ثم يكون موجود؟ الكتاب يجب أن ينجح في السوق أيضا، الأمر يتطلب التحضير الجيد والتسويق الجيد أيضا حتى قبل النشر، حتى ينجح الكتاب اقتصاديا وفي السوق أن يجد قراءه. ليس من السهل أن نسوق هذه الكتب على نطاق واسع، بما في ذلك من عمل إعلامي من أجل إثارة الاهتمام، وهذا يتطلب الدعم. نعم، انتهى الوقت، بحيث أن كتب الأطفال كانت فقط عبارة عن قصص خفيفة، إنما اليوم كتب الأطفال تتعامل أيضا مع الواقع المعاش بما فيها من مشاكل وحزن ومأساة، وكذلك أيضا كتاب الفتاة الليلاكية. هذا الكتاب يتناول تاريخ معقد ومحزن وثقيل، النكبة الفلسطينية 1948 وتهجير الفلسطينيين من وطنهم، وهي قصة لم تنتهي إلى اليوم. ابتسام بركات، نجحت في نقل هذا الموضوع الكبير إلى قصة بلغة مفهومة للأطفال، كيف نجحت في ذلك؟ عن طريق أي تقنيات ربما؟
شكرا على السؤال. هذا السؤال صعب بصراحة، من أصعب الأسئلة. لم أستخدم تقنية معينة، إنما اتبعت طريقتي في الكتابة. كل كتاب كتبته دائما كان يطرح أو يتناول سؤالا كبيرا، كفلسطينية، كامرأة، كبنت هاجرت إلى الغرب، كإنسانة في العالم. ومختبري هو كتابتي، وأنا أجرب الكثير من الأساليب والقضايا. حياتي كلها يعني أشتغل على هذه المواضيع في كل يوم من حياتي، وإن كان بشكل لاواعي. تهجير عام 48 موضوع يشغل بالي بشكل دائم، كأنه إبادة جماعية لنا. أمي هجرت، أما الآن أيضا عشت هذه التجارب منذ عام 76، يعني هذه الجروح عميقة في أسرتي، ولذلك كانت الحاجة ملحة بالنسبة لي أن أحول، أن أكتب عن ذلك بشكل فني. وعلينا كبشر وكفنانين أن نتناول هذه القضايا. اليهود أيضا يتناولون الهولوكوست من أجل أن يحصلوا على الشفاء، ولكن نحن أيضا كعرب كفلسطينيين عشنا الاستعمار والتهجير والهروب، وعلينا أن نعالج ذلك رمزيا. وأنا كنت أعمل على هذه المواضيع طول حياتي، فدعيت في أحد الأيام أن أشارك في العمل على هذا الموضوع، فحصلت على الشفاء على الصعيد الشخصي. وبالنسبة لغيري أيضا ربما يجدون أن الشفاء عندما يقرؤون عن الجروح، ولكن لا يذعون أمامها. أردت أن يعرفوا الأطفال عن النكبة، فقلت كأننا نحن نسوق سيارة والسيارة تقع في حفرة، ولكن بعد الحفرة تعود للمشي من جديد. فعبرت عن ذلك بطريقة فنية، وبأن الفتاة ليس فقط تعيش في البيت، إنما تتعامل مع ألوان معينة، وهذه الألوان ترمز إلى مستويات مختلفة في شخصياتنا. وأردت أن يكون هذا الجرح الفلسطيني هو يصبح جزء من تاريخ اليهود، هو بالنسبة لنا كالهولوكوست. الهولوكوست أساساً كان في أوروبا، وكان هناك إبادات في أماكن أخرى أيضا، ولكن الفتاة الليلكية هذا حدث في أوروبا، واليهود هاجروا إلى فلسطين وعملوا مع الفلسطينيين بنفس الشكل، وبالتالي تعرضنا لنفس الإصابة، لنفس الجرح. والفتاة اليهودية أيضا تعرضت للجرح وتبحث عن الشفاء، ولكن ليس من السليم أن تبحث عن الشفاء عن طريق سرقة بيوت الناس. فهناك صراع داخلي بينها أو بداخلها أيضا، وهذا الصراع أعتقد أنه من المهم، ومن المهم أن نكتب عن ذلك. الشفاء القلب البشري هو المهم والمطلوب، والفتاة الليلكية تشفي الناس عن طريق الفن. وآمل أن تجد الفتاة اليهودية أيضا على شفائها، ربما عن
بنفس الأسلوب. على كل حال أحاول أن أعطيها قصة، وعلينا أن نبحث داخل أنفسنا دائما كيف نستطيع أن نقدم الشفاء للناس عن طريق الفن. هناك مفردات مثل النكبة في هذا الكتاب، أو النكسة يعني هزيمة العرب في حرب 67، القضية الفلسطينية طبعا معروفة، وهذه المفردات معروفة في المجتمع الفلسطيني والعربي. أما القارئ الألماني ربما لا يعرف هذه المفردات وهذه المفاهيم، فكيف حللت هذه المشكلة في الترجمة؟ طبعا ليس هناك ترجمة مباشرة لكلمة النكبة خاصة للأطفال، لأنه من الصعب أن نشرح ما هو هذا الحدث، ولكن نستطيع أن نشرح للأطفال بأنه قد يحدث أن يخسر المرء بيته، أو أن يخسر الطفل بيته. حتى هنا في ألمانيا كانت هناك فيضانات في هذا العام، ودمرت الكثير من المنازل، وهناك أطفال أيضا خسروا بيوتهم، أو الأطفال في سوريا الذين هربوا إلى ألمانيا وفقدوا بيوتهم هناك. كان لدي مشروع في مدينة آخن هنا في ألمانيا مع أطفال لاجئين من أفغانستان وسوريا وغيرها، وتقريباً 80% من الأطفال رسموا بيوت. فهنا سألت نفسي إلى أي درجة يعتبر البيت مهم، ليس كمبنى إنما أن يكون لديهم بيت بالمعنى المجازي أيضاً. وقالوا أيضا هذا بيتي أنا، وليس بالضرورة ألمانيا هي بيتي. إن وبالتالي الفتاة الليلكية أعتقد أنها قصة عالمية. نعم أحداثها في فلسطين، ولكن القضية لا تخص الفلسطينيين فقط، وهكذا فكرت عندما ترجمت الكتاب. سيد محيط، ما هو مدى اهتمام القراء بمثل هذه القضايا؟ ماذا عن الأهالي والمربين؟ هل يحبذون أن يعطوا مثل هذه الكتب للأطفال أم يفضلون الكتب المرحة؟ نعم سؤال مهم. الموضوعات الحزينة لا تنجح بسهولة في السوق، ولكن عندما نتحدث عن كتب الأطفال أو عن الكتب الساخرة أيضا، نستطيع أن نطرح الموضوعات الجدية في بعض الأحيان أيضا بشكل جميل وبشكل ساخر أو بشكل إيجابي. وأعتقد أن ابتسام نجحت في ذلك أيضا في كتابها الفتاة الليلكية، أنه بالرغم من الأحزان نقدم الأضواء، وأضواء ترمز للأمل، وهذا ما نحاوله. ليس من السهل أن نقوم بذلك، ولكن عندما نتحدث عن كتب الأطفال بالذات لا بأس أن يكون هناك موضوعات صعبة وحزينة وموضوعات كبار نقدمها للأطفال، لأنه لا بأس أن يتعرف الأطفال على هذه القضايا كما تقول ابتسام وقال سليمان أيضا. ونحن كناشرين أيضا نحاول أن نشرح هذه القضايا للناس. شكرا. لدي أسئلة تتعلق بالمجموعات المستهدفة. ابتسام، من المستهدفين
عندما أو هل فكرتي بأطفال مستهدفين معينين عندما كتبت قصتك الفلسطينيين فقط؟ لا، أنا استهدفت نفسي قبل كل شيء. ففي داخلي توجد نفس هذه الفتاة الفلسطينية المهجرة التي تستمع للكثير من القصص والتي تبحث عن الشفاء. فأنا تبنيت هذه البنت، هذه الفتاة، وهذه الفتاة تعيش في داخلي وهي قارئتي الأولى. أما بالدرجة الثانية، كان يهمني أن يقرأ الكتاب الأطفال العرب والفلسطينيين والسوريين، يعني جميع الأطفال الذين خسروا أوطانهم أو أسرهم في بعض الأحيان، حيواناتهم، ألعابهم. فهؤلاء يحتاجون إلى أن يكون هناك ارتباط بينهم وبين البشرية وبين العالم لكي يتجاوزوا حيرتهم. وهذه الحيرة ناتجة عن التعامل مع الكبار في بعض الأحيان. أشار ماجد إلى أمر مهم قبل قليل، أدب جذوره في الهواء. أعجبتني هذه الكلمة، فالجذور مهمة والجذور تمتد فيما بعد. أود أن أركز على ذلك أكثر. الأطفال والقراء الذين نقصدهم، أنا أخاطب كل طفل فقد الارتباط مع البشرية بسبب تصرف الكبار. كما قلنا أيضا أنه لا بأس أن نتحدث عن قضايا صعبة حتى في كتب الأطفال. على كل من يستمعون أن يفهموا ما المقصود من ذلك، إنهم يعرفون الأطفال أيضا يعيشون هذه القضايا، هذه المهمات، التهجير وسوء المعاملة في المدرسة، التنمر. هذه المواضيع تهمهم وتعذبهم، ومن المهم أن نتحدث عن ذلك بالذات وأن نكتب عن ذلك. هذا ليس ترفا، إنما يعطينا ذلك أمل أيضا بعض الشيء، ويمكننا من أن نشرح لهم أن لا نريد أن نعيد نفس الأخطاء. من المهم جدا أن يعيش الأطفال ذلك أيضا في الكتب. أنتم نشرتم الكتاب باللغتين العربية والألمانية. من تقصدون كقراء ولماذا بالنشر باللغتين؟ هذا جزء من خطتنا. طبعا فكرنا، بالطبع لا يمكن نشر جميع الكتب باللغتين، خاصة إذا كانت الكتب طويلة، ولكن النصوص القصيرة، كتب الأطفال أو دواوين القصائد، نستطيع أن ننشر الكتب باللغتين كي نضم جميع الأطفال من اللغتين وحتى الكبار من اللغتين. حتى يستمتعوا أيضا باللغتين أو أن يوسعوا آفاقهم عن طريق اللغتين، كي يفكروا سوية بهذه الأشياء، كي يكون عالمهم أكثر سلمية في المستقبل، كي يكون هناك تعارف بينهم، وأن يكون هناك اللغتين، وأن نرى اللغتين بالمشاهدة أيضا يشجعنا على التعرف على اللغة الأخرى
أعتقد أن في ذلك فائدة مهمة. سليمان توفيق، أنت عربي وأصبحت ألمانياً وتعرف سوق الكتاب هنا وهناك، وقلنا أن كتب الأطفال تغيرت أيضاً هنا في السوق الأوروبي. ماذا عن العالم العربي؟ هل شعرت أن هناك أيضاً كتب الأطفال العربية الآن مختلفة عن السابقة؟ في السابق لم يكن هناك كتب أطفال كثيرة. عندما كنت صغير فلم يكن لدي كتب أطفال حقيقية، عدا الخرافات القديمة التي تكون قاسية في بعض الأحيان للأطفال. ثم جاء حزب البعث وعبد الناصر إلى الحكم، فنشروا كتب أطفال إيديولوجية من أجل أن يعلموا الأطفال حب الوطن بمفهومهم، أو كتب تحرض ضد الاستعمار، ولكن لم يقرأ أحد هذه الكتب والأطفال لم يحبوا هذه الكتب، فعالمهم مختلف. ولكن ربما عن طريق جائزة الشيخ زايد أيضا تغير الأمر، بحيث كتبت كتب جيدة فيما بعد. الكثير من هذه الكتب غير معروفة لدينا هنا في ألمانيا، ولكن برأيي بأن هذه الكتب التي تصلنا الآن من الوطن العربي تعطينا أيضا أفكار جديدة. ربما يكون في ذلك إمكانية لفتح الآفاق للأطفال الألمان، ربما يتعرفون على العالم العربي أيضا بشكل أفضل منذ الصغر. ولذلك أنا أعتقد أن مثل هذه المبادرات مهمة. شكرا. تحدثنا عن أو لم نتحدث إلى الآن عن اللغة الثالثة في الكتاب، وهي لغة التصوير، لغة الصور لسنان حلاق. ابتسام، ما هي العلاقة بين النص والصور في كتابك؟ بالنسبة للإنتاج، طبعا القصة كانت موجودة قبل الرسم، وفيما بعد كلفوا رساما سنان حلاق من لبنان من أجل تصوير القصة. فهو حاول أن يأتي برسومات تتناسب تماماً وبشكل جيد مع القصة، فالشكل أنيق، ولكن بالرغم من القضية المعقدة لغتي سهلة، والرسم أيضاً متواضع إن صح التعبير، لا يزيد من الكثرة، وحتى من ناحية الغلاف، صورة الغلاف جذابة جدا وبسيطة في نفس الوقت. أنا شخصيا كإنسانة أعتقد بأن الطفل يستطيع أن يتربى بشكل أفضل إذا كان يشاهد هذه الرسومات الجميلة. سليمان المترجم والمفكر، ربما أقول لك شيئا، في الثقافة العربية أدب الأطفال ليس جديدا، ولكن لدينا أدب شفوي تقليدي قديم، سندباد وغيرها من القصص، هي قصص شفوية، وليس هناك فصل بين قصص للكبار وللأطفال، ولكن الأطفال فهموا هذه القصص بشكل معين مختلف عن الكبار.
أو فهموا هذه الحكايات بشكل مزدوج عندما كانوا صغار وعندما أصبحوا كبار فيما بعد. ومن المهم أن نتعلم من ذلك أيضا عندما نكبر ونتعلم أشياء جديدة، ربما ننظر إلى نفس الأشياء بشكل مختلف حسب مرحلة الحياة، ولا بد من هذا التغير بالنسبة لسيرورة الحياة. دائما ننظر للموضوعات بشكل مختلف، فهكذا نستطيع في مرحلة الطفولة أن نتحدث عن الأشياء بشكل مختلف، فهذه حاجة إنسانية عامة. هناك الكثير من الأسئلة، ولكن علينا أن نختم الحلقة بعد قليل. أود أن أسألك مرة أخرى، هل أثرت الصور على الترجمة أم هل ترجمت بمعزل عن الصور؟ نعم، الصور بالفعل ساعدتني على فهم بعض الأشياء أو أن أتصور بعض هذه الأشياء. بالفعل هذه الصور، الرسومات جميلة جدا، حتى الكتابة تأتي في الشكل المطبوع بألوان مختلفة، ليس فقط هناك الصور. إذا أنت أيضا كناشر تأثرت بالصور؟ نعم، الصور مهمة جدا، هي جزء مهم من كتب الأطفال من كل بد. إذا أشكركم، ولكن لا أنسى أيضا، هل لديكم، أسألكم، هل لديكم الرغبة ككاتبة، كناشر، كمترجم؟ أستطيع أن أبدأ؟ نعم، أتمنى أن يكون هناك دعم لهذه الكتب، ليس فقط عن طريق نشر الكتب، إنما أن يتم قراءة هذه الكتب في الحضانات هنا في رياض الأطفال. ربما يمكن تنظيم ذلك. طبعا أوافق على هذا الرأي، أن نصل مع هذه الكتب إلى أكبر عدد ممكن من القراء. ابتسام، ما هي رغبتك أو أمنيتك؟ نعم، أتمنى أن تنتهي الحروب في العالم كي أستطيع أن أكتب ليس عن الحروب، إنما عن الألوان والتصورات ولكن بشكل ملموس أكثر بالنسبة لهذا الكتاب. أود أن أقرأ هذا الكتاب أيضا باللغة العربية والألمانية، أو ربما أنا أقرأ بالعربي وأنت بالألماني سليمان، بشكل متبادل ومتلاحق، سطر هنا وسطر هناك، كي نقرأ هذا الكتاب على قراء مختلفين في العالم. ترجم الكتاب أيضا إلى اللغة اليونانية، فأتمنى أن تصل القصة إلى أيدي القراء وإلى عدد أكبر ممكن من القراء. شكرا جزيلا ابتسام بركات وسليمان التوفيق وماجد محيط، وأيضا شكرا لمن ساعدنا في التواصل، المترجمين هايدي هايكي كيرشنا وغنتر أورت. شكرا جزيلا لكم، إلى اللقاء.